عايز ابدا مع حضرتك بالحكايه الحلوه بتاعت النهارده دي، البيانات اللي رايحه من الاهلي والزمالك، والاهلي بيقول هزور الزمالك والزمالك يرد يقول اهلا وسهلا. حكايه الصفحه الجديده القديمه دي اللي هي جه في نصهم كده شويه حاجات مش حلوه، بس ده الطبيعي والمنطقي. رايك ايه في المشهد الحلو ده؟ المشهد الطبيعي. يعني انا الحقيقه يعني عشت فتره في الطفوله وفي الشباب بشوف الاهلي والزمالك، وكنت بروح الاهلي وبروح الزمالك عشان اعمل شغلي، وبشوف العلاقات ما بين الاثنين، يعني بين الادارات وبين اللعيبه، علاقات طبيعيه جدا. بالمناسبه سنه 57 الاهلي والزمالك عملوا توقيع اتفاقيه وقع عليها رئيس الاهلي ورئيس الزمالك لايقاف حرب النجوم بين الناديين. وكانت حاجه جميله، ويعني كان موقف برضو لطيف جدا من اداره الناديين. وحتى يعني ماتشات الاهلي والزمالك كان بيحكمها كابتن حسين امام عم حماده امام. وحاجه برضو كانش حد بيقول بقى ازاي وما ينفعش يا سيدي ده حاجه غريبه، راجل زملكاوي وعايش في الزمالك وعم واحد من نجوم الزمالك وبيلعب في الماتش وما حدش شاكك فيه، ولا حد شك ولا حد يشكك ولا حد يتكلم. كابتن لطيف الله يرحم الجميع طبعا، يعني بيعلق على ماتشات الاهلي والزمالك، ما حدش قالك لازم نجيب حكم، لازم معلق محايد ما يكونش لعب في الاهلي ولا لعب في الزمالك ويكون من اسكندريه او يكون مش عارف منين. ليه ده احنا اصلا دلوقتي حتى في قصه المحكمين دي بقى نصنفه ده اهلاوي ولا زملكاوي، ده معلق طبعا، يعني هو ده لا بيلعب ولا بيحكم ولا بيعمل حاجه، ده بيعلق بس طبعا يعني وبس طبعا. عشان بقت المسائل يعني بقت فيها ايه، فيها درجه حساسيات عاليه شويه، بقت الناس تاخد بالها. انت يعني لو انت بتعلق على مباراه وانفعالك بهدف للاهلي لم يماثله انفعال بهدف للزمالك، هنا بتتمسك عليك، مع ان ممكن انت نفسيا ومعنويا ولظرف ما حالتك انت زي اللاعب والمدرب. أيوة انت حالتك النهارده مش كويس، انت مش فريش قوي. انت انفعالك المره دي كان اعلى شويه، المره دي كان يعني، لكن طبعا شيء طبيعي ان يبقى في العلاقه الجميله دي بين اكبر ناديين. وبرضه الناس لازم تفهم، عشان بس شغلهم قوي الاعلاميين اهلاويه ولا زملكاويه مش عارف ايه، اي اعلامي فاهم يعني ايه اعلام من مصلحته، من مصلحته الشخصيه، يعني عشان يشتغل ويبقى شغله حلو، ان يبقى في اهلي وزمالك. صح، مش ممكن يا جماعه بجد. يعني الاسبان عرفوا يبيعوا للعالم كله برشلونه وريال مدريد. كانوا بيلاقوا الصراع الاعلام، يعني كان بيقول ايه بقى كمان، عمل الصراع فردي رونالدو وميسي، ايوه مورينيو وجوارديولا، مورينيو وجوارديولا هكذا. صح، لان القطبيه ظاهره كونيه، الكون الكون قايم على القطبيه، يعني من اول الخلق، يعني هو قايم على هذه القطبيه، الليل والنهار، الخير والشر، الحاجات دي كلها. انما في النهايه المنافسه والدراما بتاعت الاهلي والزمالك بتعمل حياه في الكوره، وحياه في شارع الكوره، وحياه كمان عند الاعلام. ما ينفعش لما يبقى في يعني واحد منهم مش موجود في التنافسيه او دايره المنافسه، ودي حاجه لازم نعترف بيها.